السلام عليكم. اليوم نتحدث حسب الطلبات عن الإجراءات اللي يتخذها الفارس قبل الركوب لتكون خطوات باتجاه المحافظة والأمان للفارس وللفرس أو الحصان. أول خطوة بعد أن قلنا جهز الحصان ويكون نظيف وجاهز للركوب، يجب فحص السروجية. شنو فحص السروجية؟ شوف الأحزمة، لأن احنا تدري مرات نخلص الركوب نخزن السروجيات، السرج والأحزمة المرافقة، وما نهتم أو أحيانا ما نسوي لها إدامة دورية نحافظ عليها وعلى مرونتها وعلى عدم إتلافها. أحيانا ننسى الأحزمة وتكون يعني بيها نوع من التآكل، فبالركوب وأثناء الركوب تخذلنا، تنقطع، ينقطع مالت الركاب وهكذا، فهذه يسقط بها الراكب بسهولة، ومن خلالها بوجود هذه الخلل، هذا الخلل بالأحزمة أيضا يؤثر على نوعية الركوب بالخيل وعلى الخيل وانزعاجها، لأن راح بالتأكيد يؤثر على عملية التوازن بين الفارس والفرس. النقطة الأخرى، خلي على بالك عند الركوب من الجانب الأيسر إدخال القدم في الركاب بالثلث الأول، لا تدخل كل رجلك، لا تدخل كل قدمك، لأن أنت تخلي احتمالات كثيرة، منها مثلا لا سمح الله سقوطك من الفرس إذا أنت رجلك ما مخليها بالطرف، بحيث بسرعة تسحبها تطلع من الرجل تسقط وماكو أي مضاعفات، لكن إذا أنت مدخل القدم كاملا راح صعب تسحبه. لذلك الآن أكو ركابات الجانب مالها مطاط، بس ينضرب ينفتح المطاط تطلع الرجل، بس أنت لازم تاخذ هذا الإجراء التحفظي بأن لا تدخل القدم مالتك إلى الداخل في الركاب. كذلك مسك الأحزمة والعنان وتوزيع وزنك على السرج، لأنه تدري هو بميزانية وبالانس، يعني توازن بالخيل، والخيل لها القابلية أن تتوازن عند المشي وتعرف إيش قد الوزن، يصير على الأطراف الأمامية مثلاً 65% من الوزن، على الأطراف الخلفية 35، تعرف من تريد تلف أو تدور أو يعني كل حركاتها هي تحافظ على موازنتها أن لا تنزلق وتسقط على الأرض. فأنت من تركب على الفرس وتثبت نفسك لازم تحسب حساب أن أنت إذا فارس محترف وراكب جيد ونبه وذكي تصير جزء لا يتجزأ من كتلة الحصان أو كتلة الفرس، حتى الفرس تحسب لك حساب وهي رافعة الوزن، وهذا وزنك تخلي جزء من وزنها يعني كتلتها، ومن تتحرك يعني على التوازن والموازنة حاسبت لك حساب أنت على ظهرها حتى لا تسقط بسهولة، زاوية السقوط تصير قليلة، لا هي راح تحافظ على هذه الموازنة. عندما تركب أهم شيء هذا، مو رأسا تروح وتروح سرعة مثل السيارة بالشتاء، الصبح تفتحها يتخلي الدهن يدور على الماكينة ويزيتها كلها، وبعد ذلك نقول عليها بالشعب تحمى ويلا نتحرك. بالخيل أول مرة تمشي مشي ووك، هذا المشي يوزع السوائل الزليلية اللي زيت داخل المفاصل على النهايات العظمية المتمفصلة، فيسهل عملية الحركة وانسيابيتها للمفاصل، وبعدها نزود السرعة شوية شوية إلى أن أنت تقرر تروح جالوبينج، يعني الهذب أو الحظر، فهذه تسهل عملية المحافظة عليك أولاً وأمانك أولاً والخيل ثانياً. مهمة جداً على أن لا تكون إلا راكب جيد وأقل خسائر وأقل مضاعفات جهد الإمكان عند ركوب الخيل بطريق آمن، وما تمشي بسرعة في وقت أراضي صلبة جداً أو رملية أكثر من الطبيعي حتى لا تتعب الخيل.
حاول أن توازن بينك والفرس مع الأرضية لخطورتها وتأثيرها المباشر على الجهاز العضلي والعظمي. لذلك التأني بالحركة حسب المكان اللي تمشي عليه. شكراً.